واحد عنده احفاد والله اليوم بنات وايد الزولي تعليقات والله هيك شيء، وحاط صورته مع القرن السادس عشر وفرحان، وبالليل والله واحدة خبرتني وقاعد والله يعني هي الحياة يعني، انت بعدك مراهق عمرك 14 سنة 15 سنة حرمان، هو كنت حرمان بس يعني شنو والله، وقاعد ويخابر وسد الغرفة وقاعد هذا وعصبي على عائلته ما ادري شنو هذا والله، ها لايكات ما ادري شنو، وكتبت اكو بعض السيدات عمرها فات 60 70 سنة حاطة صورتها مال 30 قبل مال القرن 13 تطلع قاعدة تشرب شاي صورة دزتها راحت قبل هذا شو التعليقات، فال 750 ألف تعليق، الله شو هالعظمة شو هذا شو العظمة، مريض تشرب شاي شو العظمة يعني، راحت نسبة شجرة باستها أحب الشجر حط دزتها، الله شنو هالعظمة والله أنت إنسان، هذا خليها راحت نامت قعدت كتبت لها شيء، وعايشة يومية 45 بوست و47 قاعدة بالقنفة أخذت صورة، راحت للمطبخ أخذت صورة، قعدت يم وردة أخذت صورة، جت ما أدري شنو أخذت صورة، لبست لها باروكة أخذت صورة، تحمرت أخذت، وهاي عايشة بهاي شنو يعني، يعني شنو الموضوع شنو الموضوع يعني شنو هالعقد. وذلك تلاحظون أكو ناس الآن عايشين في جو افتراضي،